انا ما بيبقاش عندي وقت اهتم بكل المسلسلات طبعا، ولان طبعا رمضان ده شهر الصلاة والصوم والعبادة، وده شهر في السنة الواحد بيحاول يتقرب فيه. طبعا الواحد طبعا بيتقرب ربنا طول الوقت، لكن الشهر ده بالذات بيبقى له طقوس معينة انا بحاول التزم بيها، وما بحبش اقضي رمضان بره مصر ابدا، بره بيتي. الا بقى مثلا السنة اللي فاتت غصب عني لظروف معينة كنت بصور في لبنان، وقضيت نص رمضان تقريبا في التصوير، وده لظروف كورونا والمطار كان مقفول، ده كانت حاجة خارجة عن إرادتي يعني، المطار كان مقفول ما كنتش عارفة أرجع مصر. اضطرينا نقعد لغاية نص رمضان بنصور في لبنان، رغم إن المنتج طبعا الحقيقة يعني كان مش مخلينا عايزين أي حاجة، وكان مهتم بينا كأننا في بلدنا التانية بالظبط، الأستاذ صادق الصباح. وبالرغم من كده انا كل اللي كان اللي مضايقني ان انا اول مره اقضي رمضان بره، فقضيت نص رمضان في لبنان والنص التاني قضيته في القاهره. في حاجه بتحضرها للجمهور الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله؟ بس انا بقرا دلوقتي وما اقدرش اتكلم الا لما ان شاء الله الموضوع يكتمل باذن الله. في ممنوعات كتيره قوي 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 عليك عشان تستمر فنان ناجح وتكتسب ثقة الجمهور وتستمر، دي عملية مش سهلة أبدا والله. طبعا الأعمال الوطنية مهمة طبعا، أنك أنت تسجل بطولات دي شيء جميل طبعا، بيدي حس وطني والله الجمهور بريء بصراحة يعني، من النوعية دي من الأفلام اللي هي أنا بعتبرها سموم، بتسمم أفكار الشباب وبتسمم أفكار الناس وبتغير مفاهيم الحياة يعني. الجمهور مش عايز كده أبدا، الجمهور عايز العمل الجيد الممتع واللي فيه رسالة وبيقول شيء وله معنى وبيحرك الوجدان والمشاعر، الجمهور عايز كده. ده الجمهور عايز كده، مش عايز الأفلام الهابطة اللي بلا معنى وبلا رسالة وتخرج منها ما انتش فاكرها أصلا، يعني تخرج من العمل ما انتش فاكر انت شفت ايه.